في الحديث القدسي: عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. سئل الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه، قيل له: ماذا كان قبل ربك يا إمام؟ فقال: يا هذا ماذا كان قبل الثلاثة الحسابية؟ فقال السائل: اثنان. فقال: وماذا كان قبل الاثنين؟ قال: واحد. فقال الإمام: وماذا كان قبل الواحد؟ قال السائل: لا شيء. قال الإمام: إذا كان هذا ظنك بالواحد الحسابي فما ظنك بالواحد الرباني؟ يا واحدا في ملكه أنت الأحد، أنت العظيم، وأنت الواحد الفرد الصمد، لا أنت مولود ولست بوالد، كلا ولا لك في الورى كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام، استكمالاً لليلة تكريم راحلنا الكريم فضيلة الدكتور رضا الشيخ، نعيش وإياكم الآن في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تشنف بها الأسماع كي تسكن الأوجاع، مع فضيلة صاحب الصوت الشجي والأداء الندي الذي حوى المدارس الكثيرة فأبدع، ولكن موهبته القرآنية كانت أنجع وأنفع. أجرى الله على لسانه آيات القرآن أنغاما سماوية طربت لسماعها الآذان وخشعت لجلالها القلوب والأبدان. أنعم الله عليه بصوت ندي بديع فازدهب به الأماكن بمكانه الرفيع، فضيلة القارئ المبتهل محمد عبد القادر أبو سريع. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ والمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، القارئ والمبتهل باتحاد الإذاعة والتلفزيون والفضائيات الإسلامية والعالمين العربي والإسلامي، فليتفضل بإذن الله مشكورا فتح الله له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ربنا كما تؤخر النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إن
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك (تصفيق)
سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا تبعنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
صحيح. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. يعني يا رب إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار أعاما من عند الله ثوابا من عند الله
الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لكن ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله
إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا Oh.
الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم في رحاب ربنا ذي الآلاء وحلق بنا قارئنا في السماء وبين صفات عباد الله الصالحين الأتقياء وما تيسر من أواخر سورة آل عمران وأوائل سورة النساء. تلاها علينا فضيلة القارئ المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع القارئ والمبتهل باتحاد الإذاعة والتلفزيون والفضائيات الإسلامية والعالمين العربي والإسلامي من تلك الساحة القرآنية المباركة ساحة أولاد دياب بقليوب بمحافظة القليوبية وعبر كاميرات ومرئيات مخرج الروائع القرآنية والمنسق العام لليالي الدينية المخرج العبقري أحمد الجعبري كبير مخرج التصوير والكاميرات والليالي الدينية بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي ورئيس مجلس إدارة قناة الجعبري القرآنية على شبكات التواصل الاجتماعي. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من جاء ليقدم واجب العزاء من نقابة الصيادلة الذين أتوا كي يقدموا واجب العزاء في أخيهم الدكتور رضا الشيخ وكذلك الذين حضروا من هيئة قضايا الدولة ومستشاري المحاكم الكلية والجزئية بجمهورية مصر العربية الذين أتوا كي يقدموا واجب العزاء إلى معالي المستشار شرف الشيخ وكذلك أيضا الذين حضروا هاهنا من رجالات وزارة الداخلية والقوات المسلحة كي يقدموا واجب العزاء إلى معالي المقدم محمد عبد الله شحاتة وكذلك أيضا إلى الحاج حمدي الشيخ وكذلك الكوكبة الرائعة التي حضرت من وزارة التعليم العالي
كي يقدموا واجب العزاء إلى معالي الأستاذ الدكتور عاصم الشاذلي، وكذلك إلى عمدة العمد الحاج جمال بحيري أبو توت. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، شكر الله لكم عزاءكم ورفع في العالمين قدركم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يجعل خطواتكم إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. الآن ينقطع إرسالنا السماوي كي يتصل إرسالنا الأرضي، إلى أن نلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.